أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية، إليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. وقفة احتجاجية أمام مقام شهيد دعت إليها أحزاب منددة بالعهدة الرابعة. أحكام تعسفية بحق البطالين في كل من معسكر وورقلة. طاقم وزاري ضخم مشكل أساسا من الأفلان والأرندي لقيادة حملة بوتفليقة. طلبة بجاية ينتفضون لمعارضة العهدة الرابعة. وفي النشرة أيضا، أموال مشبوهة طائلة تسخر لدعم حملة بوتفليقة. إليكم التفاصيل. نظمت هذا اليوم مجموعة من الأحزاب المعارضة للعهدة الرابعة وقفة احتجاجية في مقام الشهيد بأعلى العاصمة، حضرها عدد من قيادات هذه الأحزاب. وأفادت مصادر أعلامية أن أعوان الأمن منعوا صحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها أحزاب أعلنت عن مقاطعتها الانتخابات الرئاسية المقبلة تنديدا بالعهدة الرابعة. السلام عليكم، جينا اليوم مثلا للوقفة السلمية باش نعبروا على أولا رفضنا للانتخابات هذه اللي هي مازالة، رفضنا للنظام باش نطالبوا بتغيير هذا النظام. لازم هذا النظام لازم تحريك الوعي لدى الشعب لهذا النظام، لازم يروح لازم يرحل. سبب ما تسبب في كوارث التي حلت في الجزائر إلا كون الجيش هو صاحب السلطة. من يحكم في البلاد؟ من يحكم على المستوى الحقيقي؟ نحن في بلد محكوم بنظام واحد من حيث الحقيقة، ديمقراطي من حيث المظهر والشكل، هذه الحقيقة يعني. وفي النظام الواحد الاستبدادي الشمولي من حيث الحقيقة هناك حكومتان، هناك حكومة في الظاهر وهنا حكومة في الخفاء، والقرار هو قرار الحكومة الخفية مش حكومة الظاهر يعني. وهذا من يعني هذا اختلال كبير يعني، ومظهر من أهم مظاهر أسباب الفساد اللي رانا عايشينها ورانا نشكيو منها. قضت محكمة معسكر أمس بالحكم 3 أشهر سجنا نافذا في حق المناضل غرمول الحاج الملصق الجهوي في التنسيقية الوطنية للبطالين لولايات الغرب، و6 أشهر سجنا نافذا في حق ابن عمه إسماعيل غرمول. ويأتي هذا الحكم عقب وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام مقر الدائرة للمطالبة بالعمل والسكن، فتم اعتقالهم والاعتداء عليهم جسديا قبل إيداعهم السجن منذ أسبوع. وقد نظمت أمس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين وقفة احتجاجية أمام محكمة معسكر مطالبين بإطلاق سراح المناضلين ومحاسبة المجرمين الحقيقيين. ورفعوا خلال تلك الوقفة شعارات تنديدية من بينها يا للعار يا للعار، محكمة تقاضي بطال. ودائما فيما يخص محاكمات البطالين، أصدرت محكمة الجنايات بورقلة حكما بحق 27 شخصا متهما بأحداث شغب جرت يوم 13 أفريل من عام 2013، وذلك في أعقاب نشر قائمة بأسماء المستفيدين من سكنات اجتماعية. وتراوحت الأحكام بين 5 سنوات سجنا غيابيا بحق أحد المتهمين و18 شهرا ضد 5 متهمين و3 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ فيما يخص 13 متهم، فيما استفاد الباقي بحكم البراءة. يشهد طاقم الحملة الانتخابية لرئيس عبد العزيز بوتفليقة تزاحم وتنافس شديدين بين الأحزاب والمنظمات والشخصيات التي تريد الالتحاق بالقافلة، حيث يرتقب أن ينظم قرابة 20 وزيرا سابقا لتنشيط حملة الرئيس، خاصة المنتمين إلى أحزاب السلطة لا سيما الأفلان والأرندي الذين تنافسوا في مهاجمة المعارضين للعهدة الرابعة واتهامهم بأشنع التهم منها الدكتاتورية والفشل وعدم الديمقراطية ودعاة الفتنة. ومن بين الأسماء التي أفصح عنها ضمن فريق حملة بوتفليقة عدد من الوزراء الذين غادروا الحكومة قبل فترة وجيزة، كموسى بن حمادي الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الأعلام والاتصال، والوزير السابق للصحة جمال ولد عباس، ووزير الشبيبة والرياضة السابق الهاشمي جيار، بالإضافة إلى الوزير المغادر للحكومة منذ سنوات عديدة
نور الدين بن نوار وزير السياحة السابق، وبن عالي أبو الحواجب وزير الفلاحة سابقا، كما سيشارك في تنشيط أكبر المهرجانات الشعبية لحملة بوتفليقة رؤساء الحكومة السابقون والحالي لرئيسي الحكومتين السابقتين والأمينين العامين السابقين لحزبي الأرندي والأفلان أحمد ويحيى وعبد العزيز بالخادم. نظم المئات من طلبة جامعة بجاية نهار أمس مسيرة حاشدة ضد العهدة الرابعة، انطلقت من جامعة أبو داو باتجاه مقر الولاية قبل أن تنتهي بالقطب الجامعي ترقى أزمر، لتنظم إلى جموع غفيرة من الطلبة الذين فضلوا الاكتفاء بتنظيم تجمع أمام مبنى مكاتب الأساتذة. وقد أكد طلبة في شعاراتهم أن سياسة الترهيب الانتخابية التي لجأت إليها الزمرة الحاكمة من شخصيات وأحزاب لدوافع مصلحية شخصية ستكون عواقبها وخيمة جدا على مستقبل الجزائر من خلال توسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم وجعل الكراهية تتجدر في صفوف الشباب ضد الفعل السياسي ونظام الحكم مهما كان طبيعة الواصل إليه. وأكد ممثلو الطلبة أن اللجان المكلفة بتسيير الحركة الاحتجاجية ضد العهدة الرابعة شرعت في دراسة إمكانية توسيعها مستقبلاً وتكثيف التواجد في الشارع لملء الفراغ الذي تسعى إلى تحقيقه الجماعة المساندة للعهدة الرابعة، كما انتقد طلبة مصالح الأمن التي تعاملت بقسوة مع المتظاهرين الرافضين للعهدة الرابعة سواء ضد حركة بركات أو غيرها من التنظيمات والاعتداءات التي طالت حتى رجال الإعلام، وبالنسبة لهم هذا يعد دفاعا أعمى عن العهدة الرابعة ورئيس بوتفليقة، وطلبوا من المواطنين عدم منح الفرصة للعهدة الرابعة دون الدعوة إلى المقاطعة أو المساندة. أفاد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جلال حجاج بشأن تمويل الحملة الانتخابية للرئاسيات أن أكثر ما يؤدي لممارسات عدم الشفافية هو غياب الرقابة وبالتالي غياب الجهة التي يمكنها أن تعيد الأمور لنصابها وبالتالي لا يوجد عقاب في النهاية. وقال حجاج إن تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية كان دائما مثار اهتمام الهيئة التي يشرف عليها بغياب ترسنة تشريعية كافية لإحاطة الدولة بتفاصيل تخص هذا الجانب. ولفت جلال حجاج إلى أن معاينة عامة تبين مدى تحكم لغة شكارة في ميدان السياسة وتتبع لاحقا بمبدأ اللاعنف، واستدل رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد بالقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الصادر في 2012 في مادته رقم 191 الذي يلزم المترشح للانتخابات الرئاسية بأن يحوز على حساب بنكي خاص بالحملة يحدد طبيعة ومصدر الأموال المتلقاة والمصروفة ووجهتها بدقة. كما ندد حجاج بشدة بالموارد البشرية والمادية للدولة التي وضعت في صالح مرشح النظام من قبل مسؤولي مؤسسات يجمعون الأموال لتمويل المرشح الرسمي بعد حصولهم لسنوات على صفقات ضخمة بصيغة التراضي. قبل الختام مشاهدينا نذكركم باستمرار اعتقال كل من المدون عبد الغني علوي لليوم 177 والمدون عمر فرحات لليوم 29 على التوالي. إليكم كاريكاتور اليوم اخترناها لكم مشاهدينا من مختلف الصحف الوطنية. يمكنكم زيارة صفحة القناة راشد دوت تي في وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. لتساؤلاتكم واقتراحاتكم وبحثكم صور الأحداث من حولكم راسلونا عبر صفحة القناة. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.